عندنا تكون بحال مصلى باب مفتوح سماعين السميه ديالي هادي عاشري حتى واحد شي اربع ايام هكاك اربع ايام مزال جديد علاش واحد العوده كانت عندي زوينه شي واحد ضرب علي هنا بالمضه شكون هو الله اعلم نتقلب به ما عرفتش شكون هو راه الطبيب قال لي دار سيمانه ان شاء الله هاجي نعطيك العوده ديالك دابا عندي عوده زوين هذا شريته عاد موراهم ب 50 فرن ب 50 ريال باش خديته 50 ريال المهم كيف هذاك خديته دابا بعد 4 ايام باش عندي تيمشي بحال دابا تيمشي هكا طاك 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 عاد واحد الساعه تيوقف واش مولاه اللي باعوا لي هكاك الله اعلم متين بالغايب الله سبحانه وتعالى واش وكلوا شي حاجه الله اعلم واحد بنادم باع لي البارح الشعير وداك الشعير هو الحموص باع لي وداك الحموص ها داك الحموص هو مازال عندي واحد حنا بس الطبيب الى جا نعطيه شي شويه منه ولا نعطيه كاع داك الحموص اللي مازال لي علاش داك كيلو ونص ديال الشعر غير خلطته له مع النخاله مديته له ولكن ما جا الحموص تمايا هذاك الحموص خصني نسيفط عاود للطبيب باش علاش باش عاود داك الحموص يقلبوه ما ربي يكون فيه شي تسمم والله اعلم بعلم ما تلحق المهم انا ما تنتقلدش شنو هو مانع الدنيا والزمان يعني هاد النهار خديتيه لدابا ما عمرو قعد مشكل لا ما عمرو قعد مشكل ولكن بحال دابا تيتم ماشي هكا في الطريق واحد الساعه عاود تيوقف يفشل من باش خديته اما مولاه وقع في الديبو على حساب مولاه بحال دابا تيشري تيبيع فيه انا ملي مرضت لي عوده قلت له وهاد العوده عندك زايد هنا ارى لي ديباني بيه باش ديباني بيه وهكا فلوسو قال لي ساري ب 50 والله ما نزيد عليك ويلي انت ديما تتبيع لي العود ياك وبحال دابا تتربح معايا الثمن صحيح والساعة باش شريتي هذا عرضي ثمنه اذا انت ما ساليش داك الثمن وانت تعرفتي في هذا فيه الديفو اذا نجي زر الكرويلة راه فيه الديفو عاد بعتيه لي انا بصراحة وداك الحموس عاود تا هو ديال بنادم واحد تعيطوا له الشو والزواغه حتى داك الحموس خصنا نقلبوه خاصو يتقلب بحال دابا الطبيب يعني باش عارف واش السبب ديالو هو السبب ديالو هو ولا السبب من عند اللي باعوا لي راه اللي باعوا له هكاك واخا قول لي انت شنو هي الخدمه ديالك وشحال تقريبا يكون ضرب هذا النهار ديال الطريق هذا النهار حدو طلع معايا معين السمن الفوق بقيت جالس عاود واحد ربعة سوايع طار واحد تنفتح له حطيت له الماكلة ما بغاش ياكل قلت يمكن شبعان يعني كنت كترزق الله بداك الشيء اييه انا كنشري داك التواروت بحال دابا اللي جاب الله يا خبية زيادي هادي بياسات بحال دابا اللي جاب الله تانا نجمع المهم هذيك جمعت لعيبات قلت رانا نهبط لهاد التجاه هذا وندور على التوارو عاود هذا ونولي حدي دورت من لهنايا دورت عاود طلعت من لهنا جيت لهنا حدي حد مول الدجاج والعاود شتو وقف سيتي به فاش شتو وقف ما بغاش يزيد تنقول له زيد ما بغاش يزيد حبستو فتحت له قرب الميكرو جات معايا حتى لهنايا هاد البليصه هادي هو فرانا قص الارض جاو عاوتاني شي رجال بحوجه هكا الله يكثر خيرهم عاوجه قال لي واحد الزيت كان عندي واحد لتر الارض شربته له عاود جاو وحدين اخرين الزيت دورت الزيت علاش حطيت شربته الزيت البلديه شنو يقدر يدير له الزيت قال لك بحال دابا اذا كان معصوم من راك عارف ساعدك زيت ماشي اللي كان معصوم من تمايا لا كان معصوم بحال دابا من اللور ولكن هذا ما معصومش من تمايا معصوم حاشاك من البوله ديالو ما بالش لو كان بال غادي نعرفو العبد راه صحي ولكن ما بالش هيدا شنو هو اما من الشعير اللي عطاني هذاك الانسان
وداك الحموسه هو خصو يتقلب علاش بجوج بهم عطاهم لي بخنشه وحده. وداك الحموس خصنا نقلبوه في الطبيعه. يعني انت دابا كتوجه رساله ديالك للسلطه باش تمشي تتدخل، يعني تشوفوا داك الحموس واش فيه شي مشكل. داك الحموس لا بدا يقلبوه الطبيعه. اها عاود لنا فين المشكل. كاين هذا الحموس شكون باعوا لك فين بلاصه؟ باعوا لي واحد وتنعرفوا من المزيان، تنعرفوا في حي السعاده، هذاك سي عمري حي السعاده. فهمنا؟ لا ماشي نديهم دابا ليه. لا ما شاكش دابا في الساعة هذه، بغيت تاكسي جاي تقلب. ما نسيت بنادم على الحبس على الباطل. أييه. إذا راه بحال سيف، لا بحال سيف في راسي، ولكن ذاك الحموس بحال دابا خصو يتقلب. نحيد الشك. بس نحيد الشك، بس ما بقاش عليا أنا التقليد. الله يرحم والديك. هادي قول لي شحال تقريبا أنت في هذا الميدان هذا، وشحال خيولة تقريبا دوزتي، واش عمر وقع لك شي مشكل بحال هكا؟ ما عمر وقع لي شي مشكل. شحال خيولة شحال ديال دوزتي؟ تقريبا واقيلا واحد 15 ولا 20. أول مرة. يعني هادشي باش كترزق واخا في حالة تما في الأول. لا في الأول بحال دابا بديت هكا بكروسة عادية تنترزق بها الله. ولكن عاود مني عاود ربي سبحانه وتعالى عاود زادني واحد البركه مع هذه هذه، قلت ارى علاش انا ارى ندير. درت في الاول عاود واحد مسعوده بغلة، درت عاود واحد مسعود بغل، درت عاود المهم هي البغوله، وبالتالي بديت عاود بالعودان، وانا مازال اليوم الى هذا تنترزق الله فيهم. واخا ما في حالة ما الفيديو ديالك إلا شافو شي واحد وبغى يتعامل معك ولا يتعاون معك، شنو فين تقدر تقول يجي عندك ولا نمرة التليفون؟ نمرة التليفون عطيهم مرة الشرفة راه شدوها. راه عندهم. والبلاصة اللي كتسكن فيها فين بالضبط؟ البلاصة اللي كنسكن فيها دابا في عين السمن، تما كاري المحل ديالي. تما كاري المحل ديالي مستقر فيه، وراني خاطب واحد ما تناش عاد عاود جابها لي الله. يعني غتجوج ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني دابا حاليا الى مشى هذا عند الله يعني غتبقى جالس. ما عنديش. اللي تقاسر عين بصري ما بقاش جالس. المهم طرت الخبز ديالي اللي بدا نصوره، نهز وخاي كروسه نشريها ب 4000 ريال، وانت ماشي بحال دابا انا ماخذ بها، وربي كبير، مربى جاب لها سي محسن عاود اللي عيط لي، بحال دابا عاود تلاقاوني محسنين هما. بريا النوبه الاولى وبريا النوبه الثانيه في 1000 درهم في 1000 درهم في واحد اخر عاد مدلي 2000 درهم والله يعطيهم الخير ربي كبير. وكان تيجي عندك 4000 تجيك تقلب الدار وتبعتها عندك 4000 2000 3000 المهم تاكشي على حساب وكل انا ورزقه واللي خلق ما تيضيع. صافي المهم نمسك التليفون غنديروه في وسط الفيديو. اي الله يجعل ربي يسرك ويسر مع ذلك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.